الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم يسيرون على طريقته وأصحابه الكرام دون انحراف، فهم أهل الإسلام المتبعون للكتاب والسنة المجانبون لطرق أهل الضلال، وسموا أهل السنة لكونهم تمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأصبح هذا الاتباع هو أبرز خصائصهم وما يميزهم عن غيره عباد الله. وتتبين مدى أهمية اتباع الرسل من إيقاننا أن الغاية من خلق الله للخليقة أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأنه لم يكن له سبيل لتحقيق ذلك إلا بأن يبين الله لهم كيف يحققون ما خلقوا لأجله. لذلك أرسل إليهم رسلا ليدلوهم عليه عز وجل ويرشدوهم للطريق الموصلة إلى تحقيق مراد الله منهم، ويبينوا لهم سبيل الهدى ليسلكوه، ويوضحوا سبيل الضلالة ليجتنبوها. وهكذا توالت رسل الله عبر الأزمنة المتحالقة والقرون المتتابعة، وخير رسل الله على الإطلاق. فأمتن الله تعالى على هذه الأمة أن بعثه إليهم هادياً ومبشراً ونذيراً. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا معاشر المؤمنين، وتتجلى مكانة اتباع سنته صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة المتبعون لسنته صلى الله عليه وسلم. وقد دلت على أن المتابعة شرط لقبول العمل أدلة كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. يا إخوة الإيمان، إن لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير في طريقه التي سنها واقتفى أثره ثماراً عظيمة وهباءت جسيمة، منها محبة الله تعالى للمتبع لرسوله ومغفرته لذنوبه. قال الله تبارك وتعالى: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كذلك مما يناله المتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الفوز بالجنة، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أباه. أيها المسلمون، ما ذكرناه وثمار المتبعين، وما الذي يجنونه من الخير والفلاح حتى يجعلون المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوتهم وإمامهم. أما المخالفون له والتاركون لسنته فقد توعدهم الله تعالى، فقال عز من قائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.